تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، صبحكم الله بالنور والسرور والعافية، ودائما نصبح عليكم بروح التفاؤل والطاقة الإيجابية. نرحب فيكم مستمعين الأعزاء في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم إذاعة نور دبي. أرحب بفريق العمل عندنا في الإعداد، فريق هيئة الصحة في دبي. اليوم معانا في التنسيق والمتابعة الأستاذة إسراء الهاشمي، وفي الإخراج معانا مخرجنا المبدع دائما الأستاذ أيمن سرحيل، وفي التقديم معاكم محدثتكم دكتورة هند العوضي. مستمعين الأعزاء، تقدرون تتواصلون معنا من خلال البرنامج عن طريق الأرقام الآتية 6005514144، أو عبر الرسائل النصية القصيرة 4006. حلقتنا اليوم متنوعة ومليئة بالمواضيع الجدا شيقة. راح نتحدث عن صحة الطلاب خلال فترة الامتحانات، وأيضا راح نتحدث عن قسم النساء والولادة في مستشفى دبي. لكن قبل كل هذا كله مستمعين، أذكركم بأن لقاح كوفيد 19 أصبح أيضا متوفر للأشخاص من عمر 12 سنة وما فوق. هذا بخصوص لقاح فايزر بايونتك، أصبح متوفر للأشخاص من عمر 12 سنة فما فوق. فاللي حاب ياخذ اللقاح يبادر بأخذ موعد، إما عن طريق الاتصال بمركز اتصالنا الموحد 8342، أو عن طريق تطبيق هيئة الصحة، يدخل التطبيق وياخذ أقرب موعد. واليوم مستمعين الأعزاء، خبرنا يقول المشي أثناء النوم مؤشر على احتمال الإصابة بباركنسون. توصلت دراسة أمريكية جديدة إلى أن الرجال الذين يعانون من مشاكل مثل المشي أثناء النوم قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بمرض باركنسون. ووجد الباحثون من جامعة بنسلفانيا الأمريكية أن الذين يمشون أثناء النوم أو اللي يعانون من اضطراب النوم معرضون لخطر الإصابة بباركنسون أكثر بأربع مرات مقارنة مع غيرهم. وقال كبير الباحثين الدكتور شيانغ جاو إن الذين يمشون أثناء نومهم قد يقومون بحركات مفاجئة بالذراعين أو الساقين، ما يعد دليل ممكن على إصابة عصبية في الدماغ، ويمكن أن يكون مؤشر على الإصابة بمرض باركنسون. وقال من المهم أن ندرك أن هناك الكثير من الذين يسيرون أثناء النوم أو يعانون من اضطراب النوم السلوكي والذين لا يعانون من مرض باركنسون. لذلك فإن السير أثناء النوم لا يدل بالضرورة على الإصابة بمرض باركنسون. ودراسة هاي كانت يعني الباحثون أجروها على ما يقارب 26 ألف رجل متوسط أعمارهم 76 عام، وأظهرت النتائج أن أقل من 1% منهم يعانون من المشي أثناء النوم، وحوالي 1% يعانون من مرض باركنسون. وبعد الأخذ بالاعتبار عوامل مثل العمر والتدخين وتناول الكافيين والأمراض المزمنة واضطرابات النوم الأخرى، وجد الباحثون أن المشي أثناء النوم مرتبط بخطر الإصابة بمرض باركنسون. هذا كان خبرنا لليوم، وننتقل إلى زميلتنا أسماء الجناحي اللي بتعطينا آخر ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي. صباح الخير أسماء. شو عندك اليوم من أخبار حقنا أسماء؟ في البداية أحب أن نأكد للجميع أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية خلال عطلة نهاية الأسبوع، بما أن اليوم خميس
والأهم من هذا كله يعني دائما حافظ على مثل ما دائما تذكرين دكتورة المثلث الوقاية اللي هو لبس الكمامة تباعد الجسدي وغسل اليدين وتعقيمها بشكل مستمر. أيضا من ضمن الأشياء اللي كنا حاطينها في قنوات التواصل الاجتماعي بعض الأمهات اللي يعني في مرحلة الرضاعة الطبيعية أو عيالهم يعني في العمر للرضاعة الطبيعية وقد يعني يكونون مصابين بمرض كوفيد أو أي أمراض تنفسية أخرى. فكان عندنا مجموعة من النصائح كيف ممكن الأم تستخدم يعني الرضاعة الطبيعية، كيف ممكن ترضع بشكل طبيعي، وكيف إذا كانت تبغى تستخدم ضخ الحليب من الثلج. فكانت هناك مثل نقاط مهمة يعني على الأم انتباهها للرضاعة الطبيعية. طبعا احنا دائما أكد فيها تصحى أهمية الرضاعة الطبيعية وأن هي الجزء كبير ومهم للطفل الرضيع. أيضا من ضمن الأشياء اللي توصلنا بعض الأسئلة منها هل يمكن لمن يتناول أدوية مضادة للاكتئاب أخذ اللقاح؟ نعم يمكن لهم أخذ اللقاح. يعني أغلب الأشخاص يقدرون يأخذون اللقاح لكن عندهم أمراض تخصصية أو بعض الأمراض يعني النادرة أو التخصصية نحن دائما نطلب أو يعني نقول لهم يأخذون استشارة طبية من طبيبهم المعالج قبل ما أنهم يحجزون الموعد. أيضا من ضمن الأشياء اللي وصلتنا أيضا للأسئلة بخصوص 12-15 سنة من المهم جدا أن يعني أولياء الأمور يكونون مع أولادهم خلال يعني وجودهم لأخذ اللقاح أصلاً أطفال 12-15 سنة الفئة الجديدة. وأيضاً من المهم أن يكون عندهم بطاقة الهوية وللأخوة المقيمين أن يكون معاهم صورة من إقامة دبي. تقريباً هاي الأشياء المهمة اللي كانت في قنوات التواصل الاجتماعي ونتمنى لهم الصحة والسعادة. ودمتي بصحة وسعادة كانت معانا الأستاذة أسماء الجناحي وعطتنا آخر ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي. حدثتنا عن بوست جديد نازل في موقع الهيئة بخصوص الرضاعة الطبيعية في حال كانت الأم تعاني من أعراض مرضية تنفسية سواء كانت كوفيد أو غيره، في بعض النصائح اللي يعني احنا دائما ننصح الأم انها تستمر في الرضاعة إذا كان بإمكانها ذلك، لكن في بعض النقاط اللي لازم تحط في بالها أن تتبعها أثناء الرضاعة. وإذا هي كانت من النوع اللي تفضل أنها تضخ الحليب أيضا حطينا لها بعض النقاط الأساسية اللي ممكن تستفيد منها وتفيدها في الطريقة الصحيحة في ضخ الحليب. هذا كان بوستنا لهذا اليوم. أيضا مستمعينا الأعزاء جدا مهم أن احنا نرد ونذكركم بأن صحة دبي بدأت بتطعيم الفئة العمرية من عمر 12-15 سنة بلقاح فايزر بايونتيك. فإحنا ننصح أولياء الأمور اللي لديهم أبناء يعانون من أمراض مزمنة أو اللي يقيمون مع كبار السن أو يقيمون مع أفراد غير قادرين على أخذ التطعيم لأسباب صحية بضرورة أخذهم للقاح في أقرب وقت ممكن. إحنا يعني ننصح هذه الفئات بضرورة أخذهم اللقاح في أقرب وقت. وأيضا هناك بعض الفئات القليلة جدا اللي إحنا مستثنينها من اللقاح اللي هو الأشخاص اللي يعانون من أعراض نشطة بكوفيد أو إنهم حصلوا على علاج خاص بكوفيد 19 واللي عندهم رد فعل تحسسي لمكون من اللقاح أو كان عندهم رد فعل تحسسي للقاح سابق غير عن كوفيد. مستمعين الأعزاء جدا مهم أن أنتوا لما تصلوا لمكان التطعيم تبلغون مقدم الخدمة إذا كان طفلكم يعاني من أي أعراض في الوقت الحالي أو خلال الثلاثة أيام الماضية. جدا مهم أنكم تذكرون إذا كانوا يعانون من أي أمراض مناعية وأيضا تذكرون التاريخ المرضي للطفل. ومن المتوقع أن الطفل يعاني من بعض الأعراض الجانبية حال حال أي لقاح آخر. يعني في بعض النصائح اللي يعني نتبعها بشكل عام في أي لقاح إحنا ناخذه أن الواحد ينتبه لهذه الأعراض الجانبية، إذا كانت طفيفة أو خفيفة يأخذ خافضة للحرارة، إذا كان في تورم مكان الحقنة فيحط لها كمادات باردة،
وإذا حسيتوا أن الوضع يحتاج استشارة طبيب دائما بإمكانكم تقومون باستشارة الطبيب في أقرب مركز صحي لكم. مستمعين الأعزاء، هاي كانت آخر ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهيئة الصحة في دبي. بنطلع فاصل قصير وبعد الفاصل راح نتحدث عن خدمات قسم النساء والولادة في مستشفى دبي. فاصل قصير وراجع لكم. صحة وسعادة، رجعنا لكم مستمعين الأعزاء في برنامجكم صحة وسعادة اللي تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم إذاعة نور دبي. تقدرون تتواصلون معنا مستمعين الأعزاء إذا كنتوا حابين على الأرقام التالية 6005514114 أو عبر الرسائل النصية القصيرة 4006. يقدم قسم النساء والولادة في مستشفى دبي خدمات جدا متميزة ساهمت بشكل فاعل في تعزيز وترسيخ مكانة المستشفى كوجهة مثالية للعلاج والاستشفاء في ظل توفر الكفاءات الطبية وتوظيف التقنيات والحلول الذكية لخدمة المرضى. عشان نتحدث أكثر عن هذا القسم وما يقدمه من خدمات يسرنا أن نستضيف معنا اليوم عبر الهاتف الدكتورة كندا العاني استشاري أمراض النساء والولادة في مستشفى دبي. صباح الخير دكتورة. صباح الخيرات دكتورة كندا، لو تحدثين عن الخدمات اللي يقدمها قسم النساء والولادة في مستشفى دبي بشكل عام. طبعا بقدم مستشفى دبي بقسم النساء والولادة الخدمات الاعتيادية مثل عيادات رعاية الحوامل والعيادات النسائية، لكن كون مستشفى دبي مستشفى متعددة الاختصاصات استطعنا ولله الحمد أن نوفر خدمات متميزة. بعضها يعتبر مستشفى دبي المركز الوحيد في الدولة اللي بيقدم مثل هالخدمات، وقد اختيرت مستشفانا مؤخرا لأخذ العلم لتعرض هذه الخدمات المتوفرة لدينا في مؤتمر عرب هيلث القادم اللي حينقام بتاريخ 21/6/2021 بسبب تميزها عن غيرها من المشافي. ما بعرف إذا عنا وقت نستعرض كل الخدمات، لكن حأبدأ بالمهم منها. لدينا خدمة عيادة أمراض القلب، لدينا خدمة عيادة أمراض القلب عند الأجنة. هاي الخدمة بدأت من عام 2015 بالتعاون مع مستشفى جليلة، واللي بتحول لها كل الحوامل اللي عندهم احتمالية وجود أمراض قلبية عند الأطفال مثل حوامل مرضى السكري نمط أول ونمط ثاني، واللي عندهم قصة عائلية أو قصة سابقة بمرض قلبي عند الطفل سابق، أو الحوامل اللي تتشارك بتوائم اللي عندها توائم تتشارك بكيس حمل واحد، أو الحوامل اللي عندهم اللي حملوا عن طريق طفل أنبوب. كل هدول بيتحولوا من لهذه المشفى، بيشوفهم طبيب أخصائي قلبية عند الأطفال، بيعمل لهم سونار يعني تصوير أمواج صوتية لتشخيص احتمالية وجود أي مرض قلبي عند الجنين، وبيقرر بحال اكتشاف أي مرض خطة العلاج ما بعد الولادة، كيفية التعامل مع الطفل حتى يتم إجراء الجراحة القلبية لو طبعا إذا استدعى الأمر، وبتحول للمركز المتخصص. من الخدمات المتميزة أيضا بالمشفى وجود العيادة المشتركة للحوامل السكريات اللي بتقوم برعاية الحامل السكري من قبل أخصائي السكري وأخصائي التوليد بنفس الزيارة، بيتم وصف ومتابعة العلاج المناسب لكل حامل، وبيتم عن طريق هالعيادة تحويل المرضى لأخصائية التغذية لوصف الغذاء المناسب لها خلال الحمل، تحويلها لأخصائية التثقيف السكري اللي بتعطيها النصائح العامة عن كيفية العلاج ومتابعته. كمان عندنا خدمة متميزة هي وجود العيادة المشتركة للحوامل المصابات بأمراض الروماتيزم أو الأمراض المناعية المزمنة. هؤلاء السيدات بتابعون أخصائي روماتيزم وأخصائي التوليد كمان بنفس الزيارة، والعيادة بتحرص أنه تشوف هؤلاء المرضى وتتابعون بصورة دورية خلال الحمل وبعد الولادة، وحتى
من قبل ما يحملوا، لأنه الهدف يكون أنه يتم الحمل والمريضة عندها حالة خمود مثل ما بنقول أو هجوع للمرض، وأنه عم تكون عم تاخد الأدوية المناسبة لحالتها واللي ما بتسبب تشوهات خلقية عند الأجنة. وطبعا الحامل بتتابع من أجل تخفيف إمكانية حدوث أي فعالية للمرض خلال الحمل، وبتعالج الحالات إذا صارت والتخفيف من شدة تأثيرها على الحامل. طبعاً هاي كمان تعتبر عنا هي هذه تعتبر يعني خدمة مميزة جداً يعني. لأنه هدول المرضى مرضى مزمنين وعندهم كتير مشاكل وبيحتاجوا متابعة دورية. صحيح. كمان في خدمة مميزة للحوامل اللي عندهم، الحامل اللي عندها مرض قلبي بيتابعهم أخصائي القلبية، أخصائي التوليد بنفس الزيارة، بيتم وضع علاج خطة علاج واضحة خلال الحمل وخطة مفصلة لطريقة الولادة والأدوية اللي بتنعطى خلال فترة المخاض وما بعد الولادة بما يلائم وضع المريضة القلبية. في عنا كمان عيادات الأمراض النسائية البولية يلي كمان بتواجد فيها الطبيب البولية، جراحة بولية والطبيب النسائية، وبيعالجوا المشاكل النسائية اللي عندهم مشاكل بولية وبيحتاجوا عادة جراحات مشتركة ما بين الاختصاصين. يعني حلو دكتورة أنكم أنتوا حاطين كل العيادات اللي ممكن الحامل تحتاجها في مكان واحد عشان ما تتم يعني تدخل من طبيب لطبيب وموعد تماماً. لموعد، مسهلين عليها الموضوع يعني هذا شيء تماماً يعتبر. وبصير القرار مشترك ما بين الاختصاصات، يعني المريضة بترتاح لأنه عم تسمع من كل الاختصاصات بنفس الجلسة. جميل، هذه إحدى الحلول الذكية اللي وفرها القسم. هل هناك في تقنيات دكتورة أنتوا تستعملونها، تقنيات حديثة في القسم؟ بتتوفر حاليا عنا خدمات الاستشارة عن طريق الهاتف تيلي كونسلتيشن أو عن طريق الفيديو فيديو كونسلتيشن. نحن بدينا بترتيب المواعيد للمرضى والتواصل معهم بهذه الطرق خلال فترة جائحة كوفيد، ولقينا في كتير إقبال عليها، وكنا عم نقدم النصائح اللازمة لبعض المرضى ونوصف لهم العلاج المناسب ونوفره يكون موجود بالصيدليات. بتجي بتبعت المريضة بتاخذ العلاج بعد الاستشارة اللي صارت عن طريق التواصل مع عن طريق الهاتف أو الفيديو، وإن شاء الله قررنا بسبب نجاحها أنه نتابع توفير هذه الخدمة ما بعد جائحة كوفيد إن شاء الله. في بعض الحالات اللي ممكن طبعا نتابع المريضة فيها، بس هي أثبتت جدارتها. جميل. صراحة دكتورة نتحدث شوي عن الخدمات اللي تقدمها عيادة العقم في المستشفى. العقم، عيادة العقم طبعا بتقوم بتقييم كل حالات المرضى المصابات بالعقم من حيث دراستهم والفحوص، تقديم الفحوصات اللازمة، إجراء التحاليل ومتابعتها. عندنا خدمة مميزة بالعيادة هي خدمة فحص نفوذية الأنابيب، اسمها هايفوسي. هاي الخدمة بنقدر نعملها أثناء الزيارة بالعيادة، تصوير بالسونار حقن مادة رغوية فوم داخل الرحم، بنتعرف فيها على وضع الأنابيب إذا كانت مفتوحة أو مسدودة بدون ما تتعرض المريضة للطرق القديمة يلي هي استخدام الأشعة. وحتى الألم أقل بهذه التقنية. طبعا نحن عنا بروتوكولات معينة لتحريض الإباضة، متابعة نمو جريبات المبيض. والعيادة هي يوميا مع حتى بأثناء مؤخرا خلال فترة نهاية الأسبوع موجودة، لأنه هدول المرضى بتحتاج نتابعهم بشكل دوري. صحيح. لأنه بيتبع السايكل الدورة تبعهم. صحيح. فالعيادة قائمة يوميا لمتابعة هؤلاء المرضى. وفي عنا كمان خدمة حقن السائل المنوي داخل الرحم بعد تحضيره من قبل المختبر. طبعا بالحالات المعقدة للعقم يلي ما بتعالج إلا بطفل أنبوب بنحولها لمراكز طفل أنبوب خارج مستشفى دبي.
طبعا احنا عندنا ايضا مركز متخصص للحالات شوي الاكثر تعقيدا، لكن يعني مستشفى دبي يقدر يقدم الاجراءات اللي تعتبر شوية ابسط ومش معقدة كثير دكتورة. تماما تماما. دكتورة، شو عن الخدمات التنظير للخدمات التنظيرية اللي انتم تقدمونها؟ هل هذه الخدمة يعني تعتبرينها مهمة في تسريع شفاء المرضى؟ طبعا نحن بنعمل بنجري بالقسم كل العمليات التنظيريه، سواء كانت عمليات اسعافيه او انتخابيه، تماشيا مع رؤيه هيئه صحه دبي بالرقي بالعمليات الجراحيه لتواكب اعلى ما وصلت اليه التطورات الجراحيه بالعالم، خاصه مجال الجراحه التنظيريه لانها بتساعد على سرعه الشفاء والتعافي وخروج المرضى من المشفى، المرضى ما بيعودوا بيبقوا فترة طويلة، بتخفف كتير من الاختلاطات اللي بتشاهد بعد العمليات الجراحية المفتوحة، بتخفف من على المرضى الألم ما بعد العمليات، وبتساعد على تعافيهم ورجوعهم لحياتهم الطبيعية بعد إجراء الجراحة التنظيرية. دكتورة، لو نتحدث بشكل مختصر عن أبرز الحالات المرضية اللي يتعامل معها القسم، يعني تحدثين عن أكثر الحالات دكتورة. في بما أنه مشفى دبي تحتوي على كل الاختصاصات، بيتم تحويل المرضى الحوامل ذوي الحالات الخاصة من كافة أنحاء الدولة إلى القسم عنا، لأنه يوجد لدينا فريق متكامل للتعامل مع هذه الحالات مثل حالات المشيمة الملتصقة، حالات ارتكاز المشيمة المعيب، حالات نادرة مثل وجود كيس الحمل ضمن جرح القيصريات السابقة. هاي الحالات عادة تحتاج لتعاون مشترك ما بين أطباء التوليد مع أطباء الجراحة البولية، أطباء جراحة الأوعية، قسم الأشعة التداخلية، قسم العناية المشددة. كل هذه الاختصاصات موجودة في مستشفى دبي والحمد لله، وتقوم ب إجراء العلاج المناسب لهذه المرضى. دكتورة كندا، الحديث معك جدا شيق، يعني هل في من كلمة أخيرة حابة تقولينها قبل ما نختم فقرتنا معك؟ نحن بنرحب بكل المرضى اللي بنشوفهم عندنا بالمشفى واللي بتحولونا، وبنحاول على طول انه نرقى لمستوى امثل لعلاج هؤلاء المرضى، ونحرص على خدمتهم ب يعني نتطلع دوما للافضل بما يتناسب مع رؤية هيئة صحة دبي، وإن شاء الله نكون عند حسن الظن فينا. إن شاء الله. دكتورة كندا، استشاري أمراض النساء والولادة في مستشفى دبي، شكرا على وقتك الثمين والمعلومات الجدا قيمة اللي قدمتيها لنا، يعطيك ألف عافية. شكرا لاستضافتك. شكرا مستمعينا الأعزاء، بنطلع فاصل قصير وعقب الفاصل شوي بنعقب على كلام الدكتورة. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، رجعنا لكم في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة اللي تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم إذاعة نور دبي. تقدرون تتواصلون معنا مستمعين الأعزاء على الأرقام التالية 6005514114، أو عبر الرسائل النصية القصيرة 4006. قبل الفاصل كانت معنا الدكتورة كندا وحدثتنا عن قسم النساء والولادة في مستشفى دبي. في شيء جذب انتباهي من ضمن الخدمات اللي يقدمها القسم، اللي هي كانت العيادات المشتركة لعيادة الحوامل مع الأمراض الأخرى. من ضمنها تحدثتنا الدكتورة عن مرض السكري والروماتيزم وأمراض القلب والباطنية، يعني كانوا يعني فكرة العيادات المشتركة كأنهم مسهلين على الحامل موضوع الاستشارات هذه، وفي نفس الوقت الاستشارة اللي بتنعطى للحامل بتنعطى عن طريق كذا طبيب يقعدون ويتناقشون في حالتها ويعطونها الحل الأمثل والعلاج الأمثل لحالتها.
من مستشفى دبي قسم النساء والولادة ننتقل إلى صحة الطلاب خلال فترات الامتحانات. اليوم مستمعينا راح نتحدث عن صحة الطلبة خلال فترة الامتحانات. مثل ما عارفين الحين الفترة هذه هي فترة جدا مهمة في الفترة الزمنية للطلابنا، فعشان نتحدث أكثر في هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معانا اليوم عبر الهاتف الأستاذة فاطمة الصايغ، أخصائي في الصحة المدرسية. صباح الخير أستاذة فاطمة. صباح النور، مرحبا وسهلا دكتورة هند، صبحكم الله بالخير جميعا مستمعين. لو تخبرينا شوي ليش احنا نعتبر فترة الامتحانات من الفترات الجدا هامة في الأسرة؟ نعم، تعتبر فترة الامتحانات هاي من أكثر الفترات العصيبة اللي تمر على الطالب خلال العام الدراسي. يزداد فيها الضغط النفسي والقلق والتوتر والإجهاد والخوف، وتسود حالة الطوارئ في المنزل، وخاصة مع الامتحانات هذه عن بعد حاليا. السبب في كون أن هاي هالفترة حصاد لكل الجهد اللي تم خلال السنة من مذاكرة ومن مراجعة ومن تركيز، فيشعر الطالب في هذه المرحلة بالخوف الشديد من الفشل، ويشعر بضغط العائلة عليه، لا ضرورة تحصل على معدلات عالية، لازم تذاكر وتركز، ويشعر بأنه هو في حاجة أنه ما قادر يمتحن، ما قادر ينتج، ما قادر يحصل درجات عالية، الوقت يالس يداهمه، والنتائج ممكن ما تكون مثل ما هو يتمناها، وفي غيره ينافسه وغيره ممكن يتفوق عليه، وأنا حصل الحين صعوبة في فهم اللي أنا أدرسه مع أنه كان سهل والأمور كانت ماشية أوكي، بس هاي الفترة من كثرة الضغوطات النفسية عليه يحس أنه يحصل صعوبة في الفهم، يحصل صعوبة في الدراسة. فهني تأتي هاي الفترة أن التركيز لازم يكون كبير في أن الأسرة تعطي المجال والطالب يعطي نفس المجال، صحيح، أنه يتخطى هاي المرحلة بسلام، ويقدر يركز ويستوعب ويحصل على النتائج والإنجازات اللي كان يتمناها من الامتحانات. جميل جدا، لو تحدثينا شوي عن بعض النصائح الصحية اللي نوجهها للطلاب عشان يستعدون جيدا لفترة الامتحانات هذه. في النصائح بالنسبة للطالب، في نصائح بنوجهها للطالب نفسه بنوجهها للأسرة. النصائح اللي نوجهها للطلاب، أولا الحصول على قدر كافي من النوم. من الأشياء اللي تلاحظ في فترة المذاكرة وفترة الامتحانات أن الطلاب يتأخرون في المذاكرة لوقت طويل من الليل، ما يحصلون على كفايتهم من النوم. هذا خطأ شائع تكثر العادات الخاصة في الأيام الأخيرة مثل ما قلنا، واحد يعتقد أنه باللحظات الأخيرة ممكن يلحق اللي ما لحقه قبل، لكن هذا يأثر على المستوى الذهني، يتسبب في التشتت وعدم التركيز، صحيح. لذلك يجب أن يأخذ الطالب قدر كافي من 6 إلى 8 ساعات يوميا يريح في جسمه ويصفي في ذهنه. جميل. ثانيا يجب أن ننظم الوقت، الطالب ينظم وقته، يرتب جدول زمني محدد بوقت معين يشمل المواد اللي بيدرسها ويراجعها، وفكرة هاي فكرة فعالة لتنظيم الوقت ويستفيد منها، يحدد الفترات ويحدد فترات اللي بيدرس فيها، الزمن اللي بيدرس فيه والوقت اللي بيحصل فيه راحة بين فترات المذاكرة، يجدد فيها نشاطه ويستمر في بذل الجهد في المذاكرة والمراجعة. جميل. ثالثا والموضوع المهم اللي احنا نركز بعد عليه، التغذية في فترة الامتحانات. في عدة نقاط في التغذية في فترة الامتحان يجب أن ينتبه لها الطالب. أولا وجبة الفطور، وجبة الفطور هاي وجبة جدا مهمة، واللي كثير من الطلاب يهملونها. يحرص الطالب أنه يتناول هاي الوجبة، ويتناول أيضا وجبات خفيفة تكون بتوين يعني في فترات الاستراحة، صحيح. يبقي فيها مستوى السكر عنده معتدل في الدم، يحسن مستوى الطاقة، يقدر مثلا ياخذ الزبادي مع الفاكهة، الموز مع الفواكه، هاي أمثلة يعني بسيطة، الموز مع الفول السوداني،
حفنة من المكسرات، الفشار مثل ما يقولون البوب كورن، وتناول أيضا النقطة الثانية غذاء لازم يكون كله صحي في هالفترة. الخضار الداكنة اللون تساعد على التيقظ مثل السبانخ، البروكلي، الفلفل الرومي، بطاطا حلوة، خضروات ورقية وفواكه طازجة. اختيار الأطعمة أيضا اللي تحفز الذاكرة وتحافظ على مستوى الذاكرة، التوت، البيض، المكسرات والحبوب، الورقيات الخضراء، السمك والأطعمة الغنية بالأوميغا 3. أيضا تناول وجبات خفيفة صغيرة متكررة هاي جدا مهمة في شو اسمه تفادي وتجنب الوجبات السريعة الدسمة بالذات قبل المذاكرة، تسبب انتباه، والوجبات السريعة تسبب الخمول والكسل. صحيح. الوجبات الخفيفة الواحد لازم يكون ذكي في اختياراته لنوعية الأكلات اللي يتناولها. سبحان الله بعض الأكلات تسبب الخمول والغثيان والواحد ما يقدر يركز، فمثل ما قلتي الاختيار الذكي لبعض الأطعمة ممكن يساعد في التركيز ويعطي طاقة إضافية أيضا. نعم تنشط الدماغ وتزيد التركيز وتخلي الشخص يقدر يستمر فترة أطول في كل جلسة مذاكرة، وطبعا تحافظ على جهاز الهضمي. صحيح. وتبعد عن الشعور بالتخمة وعدم الارتياح. صحيح. طبعا جزء النصيحة الوايد مهمة بعد في فترة المذاكرة والاختبارات أن الشخص يحاول كثر ما يقدر يمارس الرياضة. لما نقول سير الجيم وهاي الفترة هو يحاتي الوقت، يمارس تمارين رياضية خفيفة في البيت، يجدد فيها الدورة الدموية، يجدد فيها نشاط الذاكرة، يقلل من الستريس وينتعش ويحس باليقظة والانتباه. صحيح. يحافظ على ترطيب جسمه. لازم شرب الماء، شرب الماء وكميات مناسبة ما تقل عن 3 لترات في اليوم للأكبر سنين يعني. والماء لأن الماء أصلا يعطي دافع للتركيز ويقلل من الخمول. صحيح. وفي توصيتين بعد زيادة شيء على الموضوع، يختار مكان مناسب للمذاكرة في المنزل، وطبعا في التقديم الامتحاني إذا كان أونلاين، مكان هادي مريح، إضاءة جيدة، طابع عملي جميل، يحرص على أن وضعية الجلوس تكون صحيحة ومريحة. صحيح. يتجنب مشاكل جسدية، ألام ظهر، ألام رقبة وغيرها. وطبعا في أنتوا تعرفون الطلاب والعيال في هالفترة يحبون وسائل التواصل الاجتماعي ويركزون عليه، فنحن نقول لو أنه يقللون من مشاهدة التلفزيون. صحيح. يقللون من الدخول على وسائل التواصل الاجتماعي ومتابعته في هالفترة عشان ما يتشتت الدماغ بينها وبينها وبين مواضيع ثانية ما لها داعي في هالفترة. لاحقين على هاي الأشياء يعني. نعم بالضبط، لاحقين دكتورة. وهاي الأمور تسرق الوقت بشكل كبير. جميل. يقدر الواحد ياخذ تنفس، تدريبات تنفسية مريحة بسيطة، هاي يعني مشجعة جدا. أنا أزيد على كلامك أستاذة فاطمة أن يمكن بعض الطلبة يبالغون في أخذهم للمنبهات، فأنا يعني أنصحهم أنهم يعتدلون في استخدامهم لهذه المشروبات المنبهة، يستعيضون عنها بالنوم الجيد والغذاء الجيد ورياضة خفيفة. بالعكس هذا الشيء راح يعطيهم نشاط أكثر من النشاط اللي يعطيهم إياه المنبهات أيضا. صحيح. هاي كانت النصايح للطلبة. إحنا نعرف أن في جانب جدا مهم أيضا يساعد الطالب نفسه اللي هي الأسرة والبيئة الموجودة في المنزل، فهذا أيضا شو من النصايح اللي أنت توجهينها للأسرة عشان يساعدون الطلبة يجتازون هذه الفترة؟ نعم دكتورة، الأسرة دورها جدا هام مثل ما ذكرتي. وبيديها أن هي تريح الطالب وتقلل من التوتر النفسي عنده، فننصح الأسر أن تخلق الجو الهادي المناسب للمذاكرة والتركيز في المنزل، تبعد الطالب عن أي مسببات تشتت ذهنه مثل خلافات، مشاحنات، غيره بين الأخوة وبين المدري كذا. تشجع وتلبي احتياجات الغذائية للطالب،
تراعي مثل ما قلنا العادات الغذائية الجيدة ونوعيات الغذاء الطيب اللي توفر للطالب، تنظم الزيارات العائلية، يعني تحاول كثر ما تقدر إن ما تكون في زيارات يعني فترة كثيرة تسبب تشوش وإزعاج له وهو يذاكر، وتشجع الطالب على إنه يدرس خلال فترة النهار ويحدد الساعات الدراسة اللي عنده وفي ساعات الراحة اللي تكون له، ينام من وقت مبكر ويصحى مبكر، وقد تقدم له الوجبات الخفيفة بين الوجب بين ساعات المذاكرة وتساعد إنه يسترخي، يمارس تمارين التنفس، يمارس بعض الرياضة إذا في جهاز التريدميل يمشي عليه مشي خفيف، الأمور هاي كلها يعني بيدها الأسرة طبعا أن تهيئ كل هالأمور الجيدة للطالب. صحيح. في شيء بعد نقطة إضافية، الكثير من الأهالي للأسف يبالغون في ضغطهم على الطالب، يعني أنا أقول أوريدي الطالب يعاني من الضغط النفسي، فأنتوا لا تكونون أيضا عامل إضافي في زيادة الضغط النفسي عليه، وظيفتكم أنتوا كأسرة أنكم تخففون من هذا الضغط النفسي عليه، أنتوا تكونون بالعكس البيئة الآمنة والضغط النفسي يكون جدا خفيف، أوريدي الطالب متوتر ما له داعي احنا نوتر ايضا زيادة ونضيف لتوتر توترات اضافية. صحيح. بعد نتكلم عن نقطة جدا مهمة، يمكن انا جبت طاري التوتر، لكن في ايضا نتحدث عن تأثير الضغوط النفسية على صحة الطالب، كيف ممكن احنا نتغلب عليها؟ نعم دكتورة، نحن قلنا الضغط النفسي عموما وتوترات الامتحان هاي هي اللي تخلق القلق وتخلق الجهال والخوف. التوتر بعض التوتر النفسي يكون جيد للطالب، تعطيه حافز تخليه يرفع من مستويات التركيز والجاهزية للامتحانات، لكن زيادتها تسبب تأثير عكسي، تصبح الدراسة معها صعبة على الطالب وتأثر في أنه تسبب له التوتر النفسي، يسبب له فقدان تركيز وتشتت، تشعر بالضياع، تجعل مزاجه غير جيد ويتقلب مزاجه ويشعر بانخفاض الطاقة، يحس أنه صعب عليه يتخذ القرارات وصعب عليه أنه هو يواجه اللي يعني يواجه في هالفترة، يشعر بالإرهاق المستمر. صحيح. يفقد أحيانا ممكن يفقد الحافز والرغبة في أنه يذاكر، حتى يترك كل شيء ويهرب للنوم، وحتى في النوم يجد صعوبة أنه ينام وصعوبة في أنه يستيقظ والصداع معظم الطلبة يحسون موضوع الصداع في فترة الاختبارات. صحيح. ويتنج العضلات ويحس بالألم في المعدة والأمعاء مثل ما قلنا، يسبب له مشاكل في الجهاز الهضمي، وبعضهم يتخذ يعني بعض الأشياء مثل يشد على أسنانه، يقضم أظافره، ويحتم تملل ويتحرك حركة رايح جاي سريعة ما بعارف يركز، كل هاي الأعراض تأثر على صحة الطالب وتأذيه. صحيح. ومثل ما قلت الدكتورة أن التغلب على هاي الفترة، ومثل ما ذكرنا النصائح اللي عطيناها الطالب شو يسوي علشان هو في هالفترة، شو يسوي من غذاء متوازن، من ممارسة تمارين رياضية واسترخاء، من نوم ساعات كافية، شرب الماء وعدم أخذ المواد المنبهة والكافيين، هاي الأشياء اللي قلنا الطالب نفسه يقدر يسويها لنفسه ويحل هاي المشاكل، وطبعا دور الأسرة في دعمه ومساندته. هل في من نصائح أخيرة حابة توجهينها للطلبة وأهاليهم في هذه الفترة الحرجة؟ النصائح اللي هي حافظوا على راحتكم النفسية ولا تضغطون على بعضكم، وانتبهوا أن تتقيدون بالنصائح اللي أعطيناها تونا للطالب والأسرة، ونتمنى أن يلتزمون بها عشان نساعد الطالب في رفع معدل التركيز في الامتحانات، ويحصل الطالب على أفضل نتائج وتحقق لهم أمانيهم إن شاء الله، ويتوفقون وينجحون إن شاء الله. أستاذة فاطمة الصايغ، الحديث معك جدا شيق والمعلومات اللي قدمتيها لنا اليوم جدا قيمة، شكرا على وقتك الثمين ومعلوماتك جدا قيمة، يعطيك ألف عافية. عفوا دكتورة ويعطيكم ألف عافية، شكرا جزيلا.
كانت معنا الأستاذة فاطمة الصايغ وحدثتنا عن صحة الطلاب خلال فترة الامتحانات وعطتنا العديد من النصائح الجدا رائعة عن الطلاب للطلاب وللأهالي أيضا. مستمعينا الأعزاء هي فترة قصيرة وبتعدي، إحنا نقدر نخليها تعدي بيسر وسهولة أو نخليها تعدي بعسر وصعوبة. في النهاية المطاف يعني هي مجرد فترة زمنية إحنا نقدر نستعد لها، بداية من ناحية المواد التعليمية هذه إحنا نقدر من بداية السنة نجهز نفسنا ونكون على علم وتحديث ونكون أول بأول متابعين لكل دروسنا من البداية عشان ما نتعب في هذه الفترة، ومن الناحية النفسية ومن ناحية النصائح وأنماط الحياة الصحية أيضا يعني في هاي الفترة جدا مهمة. أنا دائما أقول أنماط الحياة الصحية خلاص المفروض يكون نهج الحياة الدائم لنا، أشياء بسيطة ممكن يكون لها الأثر الكبير على صحتنا، ومو بس صحتنا الجسدية لكن صحتنا الجسدية والنفسية والحياتية أيضا. مستمعينا الأعزاء هذه كانت حلقتنا لليوم، أتمنى أن قدرنا نفيدكم ولو بالقليل. أرجع أذكركم بأن لقاح كوفيد 19 أصبح متوفر للفئة العمرية من عمر 12 ل15 سنة. لقاح فايزر بايونتك صرحت الوزارة باستعماله، فأنا أنصح جميع الأهالي اللي عندهم أطفال بشكل عام وأيضا بشكل خاص للأطفال من عمر 12 ل15 سنة بشكل عام الجميع، وبشكل أخص للأطفالهم عندهم أمراض مزمنة أو إذا كانوا هالأطفال طبعا ينفع 12 نص أستاذ أيمن 12 سنة ويوم، من 12 سنة ويوم وطالع جدا مهم، خصوصا ان اطفالنا خصوصا يعني هذه احدى الوسائل الجدا مهمة ان احنا نوفر لهم الحماية الممكنة. احنا جدا محظوظين، احنا من الدول المحظوظة اللي اللقاح هذا اصبح متوفر للجميع ومن عمر 12 وطالع، فانا انصح الجميع انهم يبادرون باخذ مواعيد للقاح لأنفسهم إذا هم ما كانوا ماخذين أوريدي، ولا أيضا لأطفالهم من عمر 12 سنة ويوم وطالع. أتمنى أن قدرنا نفيدكم ولو بالقليل. شكرا لحسن استماعكم، شكرا لحسن متابعتكم لنا، كل الشكر لفريق الإعداد في هيئة الصحة في دبي، كل الشكر لإذاعة نور دبي للأستاذ إسراء الهاشمي لتنسيقها ومتابعتها، وكل الشكر للمخرجنا المبدع دائما وأبدا الأستاذ أيمن. كانت معاكم محدثتكم الدكتورة هند العوضي، ودمتم بصحة وسعادة، مع السلامة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.